السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة ليجيني سيفيل. السلام عليكم، في هذا الفيديو غادي نتكلموا على لي مودول فورماسيون او سان دو لاستيتيود فورماسيون تكنيك، فورماسيون اللي كتهم لي تكنيسيان اون جينيسيف. كيف ما تعرفنا من قبل على كيفية الولوج الى هذا المعهد اللي هو معهد التكوين التقني، اذا فكيكون الكونكور بيان سور اول حاجه كتكون البري سيليكسيون، ابري تيكون ليكري وتيكون لورال، فمن بعد كيتم توزيع المتفوقين في هذا الامتحان في هذه المباراة الى المعهدين اللي كيتواجدوا في المملكة، معهد موزار كندر لمدينة فاس ومعهد عين برجة اللي متواجد بمدينة الدار البيضاء. ثم كيتلقاو التكوين ديالهم، التكوين عبارة عن مدة ديال سنتين كيكون داخل هذا المعهد. كما تعرفنا من قبل على لي ديتاي كيفاش كيكون المعهد وكيفاش طريقة الولوج الى هذا الامتحان اكسيتيرا اكسيتيرا. ففي هذا الفيديو غادي نتكلموا على ديغون هذيك دو زون ديال فورماسيون، فاشنو هما لي موديل اللي غادي تقراوهم. اذا فبالنسبه للسنتين ديال التكوين اولا سنتين ديال فورماسيون، فهي كتكون عباره عن بروميير اني اللي كيكونوا فيها جوج ديال لي سيمستر الاس 1 والاس 2، والسنه الثانيه اللي كذلك كتكون فيها جوج ديال لي سيمستر اس 3 و اس 4. الوغ ف كحصيله لهاد السنتين ديال الفورماسيون فكيكونوا اربعه ديال لي سيمستر الاس 1 الاس 2 والاس 3 والاس 4. اذا فكما كتلاحظوا فان عندنا دي موديول اللي هما تكنيك يعني ذات طابع تقني، وكاينين دي موديول اللي هما ذات طابع اداري. فبحيث انكم غادي تكونوا مقبلين ان شاء الله على الاشتغال باحدى الجامعات الترابيه للمملكه يعني باحدى لي كوليكتيفيتي تيريتوريال، فهاد الادارات فكتخدم ايضا بشي مسائل اولا الامور اللي هي اداريه، فخاصكم تكونوا ملمين بكل ما هو اداري، وايضا بحكم انكم دي تكنيسيان جيني سيفيل فخاصكم تكونوا ملمين ايضا بكل ما هو تقني. فلهذا كتلقاو دي موديول اللي هما عندهم طابع تقني ودي موديول اللي عندهم طابع الاداري. اذا فنبداو على بركه الله بالنسبه للبروميير اني، فبالنسبه اس 2 والاس 3 ففيما يخص لي موديول اللي هما تكنيك، فعندكم الموديول الاول اللي هو تكنولوجي ابليكي او جيني سيفيل. ففي هذا الموديول غادي تتعرفوا على كاع لي تكنولوجي وبيا اشنو كتكون عندنا في جيني سيفيل من ناحيه لي غروز اوف ومن ناحيه لي سيكوند اوف. بالنسبه للموديول الثاني اللي هو ديسان تكنيك، فهذا ديسان تكنيك اللي تيكون مجموعه من العناصر اولا مجموعه من لي زيليمون اللي هما دي زوتي اللي هما تكنيك، فكتعلموا تراسيو وبيان ديسينيو لي فيديو ديالهم، تعلموا لي تكنيك ديال الديسان. اذا فبالنسبه للموديول الثالث اللي هو التوبوغرافي جينيرال، فهنا في لا توبوغرافي غتعرفوا على شنو هي لا توبوغرافي، شنو هما لي زانسترومون ديال لا توبوغرافي، اي شنو هما لي زيليمون اللي كيدخلوا في لا توبوغرافي. الثالث رابع موديل اللي هو الميتر دي زوفراج دو جيني سيفيل. اذا فهنايا غادي تكونوا غتعرفوا على لا بارتي الاولانيه من الميتر ديال لي زوفراج ديال جيني سيفيل، يعني كل ما يخص الميتر. بالنسبه للموديول الخامس اللي هو لا ريزيستون دي ماتيريو، هاد لا ريزيستون دي ماتيريو اللي هي غتكون واحد البوابه اللي باش انها تكونوا كتبريباريو راسكم للسنه الثانيه اللي هي كيكون فيها ستراكشر بيتون ارمي او بيان كالكول ستراكشر. اذا ف لا ريزيستون دي ماتيريو قائمه على كتمهيد للكالكول ديال ستراكشر. اذا بالنسبه للموديول السادس اللي هو فواري ريزو ديفير، فكما تعرفنا من قبل فيديوهات اللي كنت عملتهم على لافواري او بيان لافواري ريزو ديفير، هنايا كتكون واحد دي نوسيون جينيرال او بيان دي نوسيون دو على اشنو هي في ار دي. اذا فيما يخص دائما في السنه الاولى بالنسبه لي موديول ادمنستراتيف، فكاين ريغلمون دوربانيزم اي فواري اي لونفيرونمون، فهنايا كتعرفوا على شنو هما لي ريغلمون دوربانيزم حيث انكم من بعد تقدروا تكونوا تشتغلوا بمصلحه التعمير اولا لي بلون اي دوربانيزم اللي تما كيكون كتكون لا ليفريزون ديال لي بيرمي دابيتي و ديال لي بيرمي دو كونستروير، فخاصكم تكونوا على درايه على هاد لي ريغلمون. اذا فالموديول الثاني في الشق ديال لي موديول ادمنستراتيف لا كونتابيليتي فينانس لوكال. اذا فلا كونتابيليتي فهي اساسيه خاصكم تعرفوا عليها لي زيليمون ديال كونتابيليتي اي الفينانس لوكال، بحيث انكم كتشتغلوا اولا غتكونوا ان شاء الله موظفين باحدى الجامعات الترابيه. ثم كذلك عندنا لا ريداكسيون ادمنستراتيف اللي هي التحرير الاداري، ف بيان سور ملي غتكونوا داخل الاداره فغتقدروا تكونوا تحرروا دي بي في لي بروسي فيربال، غتكون عندكم
دي ريونيون غلي غتكونوا غتشتغلوا ضروري على دي بي في، غادي يكون عندكم مراسلات اللي غادي يترسوا بهم ادارات الاخرين او لا تردوا على جوابات ديال ادارات اللي عندكم بها علاقه. ف لا ريداكسيون ادمنستراتيف هي تكون لا بريباراسيون ديال لو ستاجير باش انه يكون كابابل باش يريديجي واحد ليتر او بيان واحد البي في باش يكون مؤهل للعمل. وما عندنا ايضا دوا ادمنستراتيف، فالدوا ادمنستراتيف هنايا كتعرف على القانون الاداري اشنو هما القوانين اللي كتجيري الاداره وكتكونوا على درايه بهم. اذا ثم بعد ذلك كومونيكاسيون اي لونغ فرونسيز. اذا هنا في الكومونيكاسيون فبحيث انكم تكونوا على لقاء مع المواطنين مع موظفين معكم بالمصلحه مع ناس مسؤولين، فكيكونوا هنا لي تكنيك دو كومونيكاسيون اي لونغ فرونسيز. ثم بعد ذلك عندنا لافورماتيك. اذا في لافورماتيك هنايا كتكونوا ايضا كتعرفوا على شنو هما لي زوتي لافورماتيك لي ديفيرونت ريزو ديال لافورماتيك اكسيتيرا. ف بهذا كتكونوا جمعتوا كل ما هو اداري وكل ما هو تقني. اذا فمن عند نهايه السنه الاولى كيكون عندكم واحد ستاج اللي كيكون وزاره الداخليه اللي مسؤوله على انها ترسلكم او لا المديريه العامه للجامعه الترابيه اللي مسؤوله على التنظيم ديال هذا لو ستاج سيرون المدينه اللي نتايا كتواجد بها. اذا فكتكون كدوز ستاج احدى الجامعات الترابيه اللي كتواجد بالمدينه ديالك، وفي الاخير ديال هذا الستاج كتوجد واحد لغابور دو ستاج اي كتسوتني داك لو ستاج ديالك اللي دوزتي او سان ديال الكوليكتيفيتي تيريتوريال. اذا فيما يخص لي موديل ديال الدوزيام اني، اذا بعد ما كتساليو الستاج ديالكم كتسوتنيو فكيكون عندكم ليكزامان دو باساج باش انك كتمر من السنه الاولى للسنه الثانيه. وبعد ذلك في السنه الثانيه اللي كيكون فيها الاس 3 والاس 4، حيث انكم بالنسبه لي موديل اللي هما تكنيك ايضا فالتكنولوجي الباتيمو فكتكون هي التتمه ديال داكشي اللي طلعتو عليه في التكنولوجي ابليكي او جيني سيفيل. ثم بعد ذلك يكون عندكم ديسان اسيستي بار اورديناتور اللي هو كتعلمو فيه لي لوجيسيال ديال اوتوكاد، كتوليو كديسيني بار اوتوكاد بوغ ديسان دي بلون كتعرفو على التكنيك ديال ديسان الباتيمو. الوغ بعد ذلك كتكون عندكم لا توبوغرافي ابليكي اللي هي كتدخلو للبراتيك، يعني كتولي كتخدمو بلي زانسترومون مثلا ساسيون توتال و تيودوليت لو نيفو كاع هاد لي زانسترومون ديال توبوغرافي فكتولي كتمانيبيليو كتخدمو بهم سيغ تيغان. اذا ثم بعد ذلك عندكم ميتري دي زوفراج لي جيني سيفيل اوسي كتكون التتمه ديال داكشي اللي طلعتو عليه في البروميير اني فكتكون هادي لابارتي الثانيه. ثم ايضا عندنا لي كالكول دو ستراكتور اللي هما لي زيليمون ديال بيتون ارمي لي بلونشي لي بوتر لي دال اكسيتيرا، فكاع هاد لي زيليمون ديال بيتون ارمي فكيكون كتقراو في هاد الموديل هذا كالكول دو ستراكتور باش ديتيرميني لي زارماتور. الوغ فمن بعد عندنا الفاري ريزو ديفير فكتكون هي لابارتي الثانيه بعد ما طلعتو في السنه الاولى على لافاري ريزو ديفير في المرحله الاولى. ثم هنايا في المرحله الثانيه كديروا التتمه ديال لافاري ريزو ديفير. ثم عندنا ميكانيك دي سول او بيان لي تيجيو تكنيك ديال لو سول فكتعلموا هنايا كاع لي تكنيك ديال لي تيجيو تكنيك او بيان لا ميكانيك دي سول. اذا فيما يخص لي موديل اللي هما ادمنستراتيف فتتكون عندكم لا جيستيون دي بروجي سويفي دي طرافو، فلا جيستيون دي بروجي كما كنعرفوا لي بلانينغ دي طرافو كتعرفوا كيفاش ديروا لو سويفي ديال لي طرافو ديالكم كاع لي زيلمون اللي كتحتاجوهم في لو سويفي اي لا جيستيون اوسي. الوغ بعد ذلك كاين الموديل ديال لي مارشي بيبليك الصفقات العموميه، حيث انكم اوتون كو دي تكنيسيان جيني سيفيل فيمكن لكم انكم تشتغلوا بمصلحه الصفقات العموميه اللي كتشرف هذه المصلحه على اعداد الملفات اللي كتهم لي زابيل دوفر، يعني ملي كتبغي تلونسي الجامعه او بيان لي كونيكتيفيتي تيريتوريال كيبغيو يلونسيو لي زابيل دوفر فكيكون التقني هو المسؤول على اعداد هذاك لو دوسيي من غير المون كونسلتاسيون من سي بي اس من مجموعه من مجموعة من الملفات اللي كتكون لينا هاد لو دوسي. عندنا ايضا لو دووا بيبليك اي لا ريداكسيون ادمنستراتيف فهي التتمه ديال ما درستم في لا ريداكسيون ادمنستراتيف السنه الاولى. ثم لو دووا بيبليك اللي هو لا كونستيتيوشن ديال 2011 فغتكونوا على اطلاع بشنو كاين في الدستور اللي جا في سنه 2011. عندنا ايضا كومونيكاسيون اي لانغ فرونسيز ففي هذا الموديل كتكلموا عاوتاني ايضا على الكومونيكاسيون اللي كتكون شويه ابروفوندي بحيث انكم كتعرفوا على التكنيك دو كومونيكاسيون اي اوسي كتجمعوا ما بين اللغة الفرنسيز. اذا وبهذا كتكونوا ساليتو السنه الثانيه بحيث انكم كتكونوا في اخر هذه السنه مقبلين على اعداد البروجي دو فان ديتود اللي كيكون
كيكون مجموعه من لي تيم اللي كتقوم بالاختيار ديال لو تيم ديالك مع لونكادرون ديالك، وكتقوم باعداد هذاك لو بروجي دو فان ديتود اللي كيكون موازي مع الامتحانات ديال اخر السنه اللي كيتجمعوا ما بين السنه الاولى وما بين السنه الثانيه. وذا تسوتني هذيك ساعات الاف اف او ديالك من بعد ما كتكون دوزتي امتحانات ديالك، وبهذا فكتكون ساليتي السنه الثانيه وكيتعلموا على النتائج. وهنايا في لو كلاسمون كيلعب دور مهم في لو شوا ديال لي زافيكتاسيون ديالكم، بحيث انكم من بعد ما كتسيو هاد الفورماسيون تكونوا مقبلين على التوظيف باحدى الجامعات الترابيه. بالتوفيق للجميع. اذا فكنتمنى نكون عطيت جميع المعلومات اللي كتهم هاد الفورماسيون لي موديول ديالها، وإلى كان دي كيسيون فمرحبا.